ما هو مستواك؟ 12 فقط. تعال إلى هنا تعال. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة يس بليس. اليوم جيتكم بفيديو جديد من لعبة ارك سرفايفل ايفولف. هيا لننطلق يا اصدقاء. كما وعدتكم في الحلقة الماضية اننا سوف نحاول طروي دوي دو كوريس في هذه الحلقة، وكذلك سوف نحاول صناعة الفابريكيتر لاننا نحتاجه. لاحظ معي هناك باقيرة والماموت الخاص بنا، جميل جدا. حسنا يا شباب، قبل هذا فانا احتاج الى الترانك ايروز. سوف احاول صناعة المزيد من ستون ايروز. سوف ناخذ الفلانت. اين هي ستون ايروز؟ هي. كم نستطيع صناعة؟ 10. حسنا اصنع 10. نحتاج للداتش لكي نصنع المزيد. داتش داتش. حسنا ها هو الداتش. نستطيع صناعة 50. هيا فلنقم بصناعة 20 على ما أعتقد فهي كافية. جميل. هيا فلنضع الناركاتكس في سترونج. ناركاتكس سترونج، جميل. نأخذ أعتقد 37، فهو عدد جيد. 37. ونقوم بصناعة المزيد من ترانك ايروز. اصنع 37، جميل جدا يا شباب. ونأخذ سترونج ونذهب للبحث عن دوي دو كوريس. أتمنى أن يكون يومكم بخير يا أصدقاء. اليوم بخير. لاحظ معي شروق الشمس في الأرك كما تلاحظون، فنحن لازلنا نلعب في الأبديت الجديدة الخاصة بالهالوين لأنه لم يتم حذفها بعد من اللعبة. شكرا يا شباب على مساندتكم في الفيديوهات الخاصة بالارك وعلى اللايكات يا شباب، فهذا يحفزني لكي أقوم بالاستمرار في الفيديوهات. وكما تلاحظون معي فإن القناة جديدة. هيا فلنقتل هذه العقارب لنحصل على القليل من المستويات. تعال يا عقرب، تعال يا عقرب. احتاج الى الماء، يجب علي الذهاب واقوم بملء. انتظر لكي ارى ما اسمها. اسمها الواتر سكين، نعم. نذهب لنقوم بملء الواتر سكين بالماء وبعدها نذهب يا شباب. جيد. هيا فلنقم بمتابعة الطريق يا أصدقاء. يا أصدقاء، لقد تم عمل أبديت جديد للعبة، وهو أنه الآن في إمكاننا رفع السيبر توت. كما تتذكرون في الحلقة الماضية فقد قلت لكم أنه لا يمكننا رفع السيبر توت بواسطة كارنو. إنه ألفا كارنو، يجب علي قتله لكي نحصل على الإكس بي يا شباب. هيا فلنرى أولا ما هو مستواه. ما هو مستواك؟ 12 فقط. تعال إلى هنا تعال. أكيد سوف نقتله، أكيد سوف تموت. هيا موت 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 يا ايها الكارنو المجمجم. اي موت. لكنه خطير صراحة وليس من السهل قتله. جميل، قد قمنا بقتله يا اصدقاء. جميل جدا. هيا فلنتابع الطريق يا شباب ونحاول ايجاد دوي دو كوريس، فانه يسقط دائما في الجبال. اوه، هناك العديد من العقارب هنا. اعتقد سوف اخذ السيبر توت
من بعد وأقوم بالمجيء إلى هنا وقتل تلك العقارب للحصول على المزيد من تشيتين. كما تلاحظون يا شباب أنا قمت بحمل سايبر توت، لكنه يستطيع الهجوم علينا في بعض الأحيان، فهو يستطيع الهجوم علينا رغم أننا قمنا بحمله. وصراحة هذا تحديث جميل، فإنه من السهل الآن ترويد سايبر توت. يمكنك الذهاب إلى الجبل وحمل سايبر توت بمستوى جيد، وبعدها يمكنك الذهاب إلى أي مكان وترويده بسهولة. هيا فلنقم بمحاولة إيجاد الدويدوكوريس. كما تلاحظون لقد حصلت على مستوى. أين سأضع هذا المستوى؟ الويت، الميلي دامج، موفمنت سبيد، فورتيج. أعتقد سوف أضع قليل من المستويات في الفود والواتر. جيد جدا. سنحاول البحث الآن وإيجاد دويدوكوريس. وعدنا يا شباب، لقد قمت بإيجاد دويدوكوريس. ها هو يا أصدقاء، ولاحظوا معي قمت بإيجاد رابشر. رابشر من العظام، أكيد سنقوم بقتله. تعال يا أيها الرابشر الحقير، تعال إلى هنا يا أيها الرابشر. يجب علي قتل هؤلاء العقارب. جيد جيد، لقد قمنا بقتل الرابتر يا شباب. أعتقد أنه أعطاني زي. نعم لقد حصلنا على زي الرابتر كذلك. جيد، حسنا لدينا هذا الدويدوكوريس هنا، لكنه صراحة مختبئ ولا نستطيع ترويضه إذا كان في هذه المرحلة هكذا مختبئ. هناك العديد من الحيوانات الشرسة في هذا المكان. مع الأسف هناك العديد من الحيوانات الشرسة في هذا المكان. هناك دويدوكوريس آخر. ما هو مستواك؟ 36. أعتقد بأننا سنقوم بترويض دويدوكوريس بأي مستوى لا يهم، المهم نحصل على الحجر بسرعة، وبعدها يمكننا البحث عن دويدوكوريس بمستوى جيد وترويضه. معركة شرسة يا أصدقاء في هذا المكان. سوف أحاول تنظيف هذا المكان من جميع الحيوانات المفترسة. سأقوم بقتل الجميع. ماذا يوجد هنا؟ ماذا يوجد هناك؟ لا شيء. حسنا سوف نحاول ترويضها يا أصدقاء. ويجب علينا الحذر كذلك كي لا تهجم علينا حيوانات مفترسة. هناك تيركس في ذلك المكان، مستوى 16. حسنا هيا فلنقم بالعمل ونحاول ترويض هذا الشخص. إذا استطعنا الوقوف هنا سيكون الأمر جيد جدا. سوف أحاول القفز. جميل، قد استطعنا الوقوف يا أصدقاء. أيا يا أيها الدويدوكوريس، تعال إلي، تعال إلي. جميل جميل، اعطيني رأسك، خذ. سنستطيع ترويضها يا شباب بسهولة. خذ. ما مستوى هذا الدويدوكوريس الآخر؟ 36 وهذا 16. أعتقد من الأفضل أن نقوم بترويض صاحب المستوى 36، لأن سيكون عنده الويت وهو الحجم الذي يستطيع حمله أكثر من هذا. أين هو؟ أين هو؟
هل يمكنني الوقوف هنا؟ هجم عليك سايبرتوت، لا تقلق. جميل، نستطيع الوقوف. جميل، أكيد سنستطيع ترويضه بسهولة. خذ. تعال إلى هنا، أريني رأسك. قف هنا، قف هناك. لاك. تعال إلى هنا يا، تعال إلى هنا، تعال إلى هنا لكي أستطيع إصابتك. جيد جيد. لقد أتى الآخر. لا مشكل، سنحاول إسقاط هذا الشخص وسأعود لكم بعد لحظات يا شباب. وعدنا يا شباب، لقد قمت بترويضه ولقد أخذ مني العديد من الأسهم كما تلاحظون. سوف نحاول أخذه الآن إلى المنزل. يجب علي فتح الخريطة لكي أرى أسهل طريق لكي نقوم بالوصول إلى المنزل. نحن الآن في ذلك الجبل، يجب علي محاولة حمايته لكي لا يهجم عليه أي أحد. هيا فلنرى يا أصدقاء. يا خفاش، تعال يا أيها الخفاش، ماذا تريد؟ تريد الموت؟ حسنا تعال. نعم، هذه هي الطريق يا أصدقاء للذهاب للمنزل. أين أنت يا أيها الدويدو كوريس؟ حسنا تعال، هيا فلنذهب من هنا. حسنا يا أصدقاء، سأحاول تسريع الفيديو إلى أن نصل للمنزل وسأعود لكم بعد لحظات. وعدنا يا شباب، لاحظوا معي ماذا وجدت هناك. وجدت دويدو كوريس قرب المنزل. لكن مستواه 8 فهو ضعيف جدا. نقوم بقتل هذا الكارنو. الآن سوف نذهب ونأخذ دويدو كوريس إلى المنزل، نقوم بوضعه قرب سايبر توت وقرب الماموت الخاص بنا. والعديد من الحيوانات المفترسة يا أصدقاء. يا تعال تعال، هل تستطيع تسلق تلك الحجرة؟ أين أنت؟ أنت هنا، هيا تعال. جيد، لاحظوا معي لقد
حصلنا على مستوى جيد خاص بالطير. لدينا 5000 في الهيلت. أعتقد سأقوم بإضافة الميلي دامج أو الهيلت. هذه هي الأشياء التي سأحاول إضافتها. أعتقد سأضيف الميلي دامج الآن. أيا مرحبا بك، مرحبا بك في المنزل. فلنقفل الباب. سوف نقوم الآن بصناعة السرج الخاص بك. إنغرامز دويد كوريس. جيد. أيا فلنذهب يا سترونغ. ماذا نحتاج؟ سادل دويد كوريس. نحتاج 15 من السن و 200 من الهايد. الهايد أعتقد لا يوجد لدي العديد من الهايد. نعم نعم لا يوجد لدي العديد من الهايد. لدي 211 قطعة فقط. لا مشكل، ضع الهايد هنا. السادل نحتاج 15 حجارة. حسنا لدينا عدد من الحجر 15. جيد. هيا فلنأتي إلى السميتي ونضع الحجر هنا. جيد. السادل دويد كوريس كرافت. جميل جميل يا شباب. الآن بواسطة دويد كوريس فنحن نستطيع الحصول على الحجر بسرعة، بسرعة البرق. هنا هو. أين ذهب؟ ها هو. لازال يتبع سترونغ. نعم نعم. أي تعال إلى هنا، تعال. تعال إلى هنا، تعال. جاما 4. جيد. أحتاج لي الأكل. جميل. تعال تعال إلى هنا. خذ السرج يا حبيبي. وقد قام بالحصول على 42 حجرة. جميل. أحسن شيء يجب علي رفعه فيه وهو الويت، هو الحجم، لأننا نحتاج صراحة يكون لديه حجم كبير لنحصل على العديد من الحجر. لاحظ معي، 13 حجرة، 27، 43، 53، 72 حجرة من حجرة واحدة. لاحظ معي، 13 حجرة، 23، 38، 51. هيا فلنقم بقتل هذا الرابت. ماذا تريد يا رابت؟ راه تريد أن تموت؟ مرحبا بك في عالم الأموات. ولاحظ معي عند الضغط على الزر الأيمن ماذا نستطيع فعله. نستطيع الدوران يا أصدقاء، وبهذا نستطيع الذهاب إلى الأماكن البعيدة بسرعة. رأيتم يا أصدقاء، هذا هو دويد كوريس. قد قمنا الآن بترويضه. اتبعني يا سترونغ، اتبعني يا سترونغ. جيد. هيا فلنذهب إلى المنزل. سأقوم بالحصول على الحجر الآن بسرعة، وسوف أقوم بعمل ذلك وراء الكاميرا لكي لا تكون الفيديوهات طويلة كثيرا. جميل. ابقى هنا يا دويد كوريس. هل لديك قليل من الأكل هنا؟ نعم، سوف أضع قليل من البيريز في دويد كوريس لكي يقوم بالأكل. سوف أضعه باسيف. جميل
جميل، باسيف كذلك باقيرا في الباسيف. جيد جيد. حسنا الآن يا شباب سوف نحاول صناعة الفابريكيتر. فابريكيتر أحتاج للسميتي. وماذا سنحتاج لصناعة الفابريكيتر؟ أعتقد سنحتاج الأويل و... تعال إلى هنا يا سترونغ. لقد ذهب. نسيت بأنه يتبع الدويدو كوريت. نحتاج يا أصدقاء ستراكتشرز، أعتقد ستراكتشر كرافتين، نعم. نحتاج إلى سيمنتين بيست، سبارك بودر، الكريستال والأويل. يعني يجب علي عمل أين هي يجب علي صناعة المورتل إند بريستل، وأحتاج إلى الهايد. تعال يا سترونغ. حسنا يا شباب سأقوم بشرح لكم طريقة بسيطة. مثلا سترونغ هناك، إذا قمت بتصفير إليه لكي يتبعني فإنه لن يسمع. أحسن حل هو أن تأخذ سباي جلاس الخاصة بك، وبعدها تذهب إلى سترونغ وتضغط على الزر الخاص وسوف يأتي إليك. جميل. حسنا هل لديك المزيد من الهايض هنا يا سترونغ؟ لديك 11 قطعة فقط. حسنا يجب علينا الذهاب والحصول على بعض من الهايض. سوف أقوم بقتل هذا البرونتو الموجود هنا. ما هو مستواك؟ 28 فقط. تستحق الموت يا حبيبي، تستحق الموت يا حبيبي، وآسف جدا. فنحن نحتاج الهايد، نحن نحتاج الهايد يا أيها البرونتو. آسف، سوف نحصل على العديد من الهايد من هذا البرونتو. كم من قطعة؟ العديد. أوه 100 قطعة، جميل. ولازلنا نحصل على الهايد. روعة روعة. 147، واو، عدد كثير يا شباب. لكن لا تنسوا يا شباب بأنني رافع المعدل إلى 4 مرات، فليس مثل السيرفرات العادية. لذلك فقد حصلت على العديد من الهايد. حسنا يا سترونغ لا أريدك أن تتبعني، فقط قف أو اتبعني، لا أريدك أن تذهب إلى مكان بعيد. حسنا نضع الهايد هنا. نحتاج الحجر على ما أعتقد لنقوم بصناعة. ليس هنا. غبي. مورتر إند بريستل، نعم نحتاج إلى الحجر. هل رأيتم يا شباب كم أن الحجر مفيد في هذه اللعبة؟ فنحن نحتاجه في العديد من الأشياء. سوف أخذ الحجر من دويدو كوريس. مئتان. سأقوم بصناعة 2 من المونستر إند بريستل. جيد، سأقوم بوضعها في مكان هنا. مورتل إند بريستل واحدة هنا، واحدة قربها هنا. جيد. الآن ماذا نحتاج لنقوم بصناعة الفابريكيتر؟ نحتاج سيمنتين بيس، سبارك بودر والكريستل. سبارك بودر لنقوم بصناعتها، فنحن نحتاج الحجر، ونحتاج الفلانس. حجر، فلانس،
قم بصناعة 200 جميل. سيمنتين بيست، نحتاج الحجر. نحتاج الحجر ونحتاج تشيتين او الكايتن. جميل، هيا فلنذهب الى ممرة البريستل، نضع الحجر هنا ونضع تشيتين. كل 200 حجارة فهي تمشي مع 100 تشيتين، لاننا نحتاج 8 ستون و 4 قطع من تشيتين او الكيراتين، يعني انني لازلت احتاج العديد من الحجر. لهذا يا شباب فنحن نحتاج الدويدوكوريس الذي قمنا بترويضه، فان الحجر مهم جدا في ارك سرفايفل. ونقوم بوضع الحجر هنا، 25 قطعة. جميل جميل، لدينا العديد من القطع الآن. سوف أقوم بوضع سبارك بودر هنا، ستراكتشر ميتال كرافتين. لدينا سبارك بودر، نحتاج الكريستال والأويل والسيمنتين بيست، فها نحن دا نقوم بصناعتها. نحتاج الأويل وماذا آخر؟ لقيت الستراكشر الأويل، نعم 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 لقد تذكرت، والكريستال. لكي نجد الأويل والكريستال فإن الأمر سهل جدا، الكريستال موجود في الجبال والأويل فهو موجود في أعماق البحار أو كذلك في البايوم الخاص بالثلج. سوف نحاول الذهاب إلى البايوم الخاص بالثلج ونحصل على الأويل. أحتاج التشيتين لكي أقوم بتعديل الدرع الخاص بي. أين هو التشيتين؟ أين هو التشيتين يا أصدقاء؟ أين هو التشيتين؟ ها هو أين أنت يا التشيتين؟ ها هو التشيتين. هل أستطيع تعديله هنا؟ نعم لا، نحتاج السميتي. سوف أقوم بمقيس القامة لأنه جاء الصباح. دروب، لا لا أريد عمل دروب. أوه كيف سأستطيع الذهاب إلى هنا؟ جيد حسنا، هيا فلنقوم بتعديل الدرع الخاص بنا. ريبير وكذلك الرجلين ريبير. جميل، ارتدي ارتدي الدرع ارتدي الدرع ارتدي الدرع. جيد، سوف نقوم الآن بالذهاب يا الشباب والحصول على الأويل. لدي 6 قطع من اللحم، أعتقد بأنني أستطيع صناعة المزيد من اللحم. هيا فلننتظر يا شباب، هل نستطيع عمل؟ حسنا لا يهم، يمكننا الذهاب إذا احتجنا إلى اللحم فيمكننا عمله في الطريق، لا يوجد أي مشكل. سوف أقوم فقط بصناعة الكامب فاير من هنا كي لا نحتاج للذهاب والحصول على الحجر أو شيء من هذا القبيل. جميل، نستطيع صناعته. حسنا هيا فلنذهب يا شباب. وعدنا يا شباب، ها هو الكريستال يا شباب، يمكننا الحصول عليه بسهولة من الجبال. خذ الفأس، أقوم بالحصول على الكريستال. قطعة قطعتين 4 قطع. جميل، نستطيع الحصول على الكريستال بسهولة، لا توجد أي مشاكل. وكذلك هناك أوبسيديان، وها هو هذا الأسود، فكذلك يمكننا الحصول عليه بسهولة هنا من هذا الجبل.
وهو قريب من المنزل الخاص بنا. كريس، كم من قطعة لدينا الآن؟ 24، أعتقد هي كافية. سوف نقوم الآن بالذهاب والحصول على الأويل. ولكي نحصل على الأويل فعلينا أسهل طريقة. إذا لم يكن لديك قرش أو إشتي، يعني دولفين لكي تقوم بالغوص وسط الماء، يمكنك الذهاب إلى البايوم الخاص بالثلج، فقد قاموا بإضافة العديد من الأويل في ذلك المكان. يمكنك الحصول على الأويل بسهولة تامة، فقط تذكر أن تقوم بمراقبة الهيلث الخاصة بك لكي لا تموت من البرد. أو يمكنك صناعة الدرع الخاص بالصوف، ويمكنك الذهاب إلى ذلك المكان بسهولة والحصول على أي عدد تريد من الأويل. لكن تذكر، يجب عليك الحذر في ذلك المكان، لأنه يوجد العديد من الديناصورات المفترسة كالتيركس والذئاب، فأكيد يجب عليك الحذر وإلا ستموت، وخصوصا من الذئاب لأنهم يهجمون بمجموعات، فمن الممكن أن يقتلوك فقط من 4 ضربات لأنهم يأخذون العديد من الطاقة، صراحة خطيرين جدا. واحد مع الذئاب، هنا ذئب مستوى 40. اذهب يا أيها الذئب، اذهب، لا نحتاج مستوى 40 في السيرفر الخاص بنا. لاحظ معي الأويل، لاحظ معي الأويل يا صديقي. يمكننا الحصول على العديد من الأويل بسهولة تامة. هذه هي أحسن طريقة للحصول على الأويل، هي المجيء إلى هذا المكان بدون ذهب تحت المياه. حسنا يا أصدقاء، سأقوم بجمع كمية من الأويل وسوف نلتقي في المنزل لكي نقوم بصناعة الفابريكيتر. وعدنا يا شباب، نحن الآن في المنزل. لقد قمت بعمل مزيد من الصناديق هنا، لكن الأغلبها فارغة. هذا هو الصندوق الوحيد الممتلئ بالأويل. سوف نقوم الآن بصناعة الفابريكيتر. نضع الكريستال ونضع الأويل. ستراكتشر كرافتين. نحتاج سيمنتين بيست، أكيد لدينا سيمنتين بيست هنا، 50. جميل، نذهب إلى هنا، نضعها كذا. ستراكتشر كرافتين، روعة. فابريكيتر، هيا فلنقم بصناعة الفابريكيتر يا أصدقاء. جيد، لدينا الآن الفابريكيتر، سوف نضعه هنا هكذا، إنه كبير جدا على المنزل. حسنا، هي فلنضع هكذا. جيد جدا، هذا هو الفابريكيتر يا أصدقاء. نحن نستطيع صناعة جي بي اس، نحتاج للبوليمر والإلكترونيكس لنصنع جي بي اس، وكذلك نستطيع الآن تعلم الدرع الخاص بالميتال. أين هو؟ أين هو؟ هاي البانتس، ميتال بانتس. كذلك الأندستريال جريل نحتاجها. هذه هي الأداة التي نقوم بشواء اللحم فيها. وسوف نحتاج الدرع الخاص بالميتال، فهو أحسن درع في اللعبة لحد الآن بالنسبة للحماية. جميل، لقد قمنا بتعلمه. وكذلك نحتاج الإلكترال جينيريتر. هذا الجينيريتر هو الذي يقوم بتوليد الكهرباء في اللعبة. وكذلك سوف نحتاج الكانتين، وهذه الكانتين فهي خاصة بالماء. نحتاج لتعلم الواتر جار لنقوم بتعلم الكانتين.
هي أصدقاء، جميل جدا، وجميع تلك الأشياء فنحن نقوم بصناعتها هنا، فهي الكانتين، الآرمر كذلك نقوم بصناعتها في الفابريكيتر، نحن نحتاج فقط للهايد والفايبر والميتال، وكذلك الجي بي اس نستطيع صناعته هنا، وكذلك الجينيريتر، وكذلك الكوكين بوت، فنحن نحتاج للفابريكيتر لنقوم بصناعتها. وكيف يعمل الفابريكيتر؟ الفابريكيتر يعمل يا أصدقاء بواسطة الغازولين، ولكي تقوم بصناعة الغازولين فأنت تحتاج إلى الأويل وتحتاج إلى الهايد، وتقوم بوضع الأويل والهايد في الروفاينين فورج. أعتقد لدينا القليل من الهايد هنا، نعم لدينا 65 قطعة الروفاينين فورج، أكيد سوف أخذ قطع الميتال وأقوم بوضع الهايد هنا لكي نرى كيف يعمل. نضع الميتال هنا، جميل، لاحظوا معي يا شباب لدينا الأويل ولدينا الهايد، فبعد قليل سوف نحصل على 5 قطع من الغازولين، وذلك الغازولين هو الذي نحتاجه لكي نقوم بتشغيل الفابريكيتر. سوف ننتظر قليلا، نحن دا يا شباب حصلنا على 5 قطع من الغازولين، تقوم بأخذها، تقوم بوضعها هنا، وتقوم بالضغط على turn on. لاحظ معي الصوت كأننا في معمل يا شباب. وبهذا يا أصدقاء نستطيع صناعة هذه الأشياء، إذا كانت لدينا المكونات الخاصة بها هنا فنحن نستطيع صناعتها بسهولة. هذه هي حلقة اليوم يا شباب، أتمنى أن تعجبكم الحلقة يا أصدقاء، إذا أعجبتكم فلا تنسوا الضغط على زر لايك، وإذا كان هذا أول فيديو تشاهده فلا تنسى الاشتراك لكي يصلك الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله.